هيدي كانت أول مرة نحن هون مطعم الشمس ممكن يتعاقد مع هيك شيء جديد، لأنه كان حلو، لأنه صراحة بمعنى بفترة صغيرة عم نتعب على العالم عم ندربهم. مساعد شيف أكيد كتير مطلوب، لأنه نحن يعني بكل قسم في عندك أنت لنقول شيف، بس عندك تحته بده يكون في كذا مساعد لحتى يساعدوه. هلا نحن كمان شوي لقدام بيفتح موسم الأعراس، بيقدر مش شيف هو، شيف يقدر يمشي، بيقدروا مساعدين هن يقوموا بكل المهام المطلوبة. هيدي المجموعة اللي كانت 30 شخص، أخذنا منها 16 شخص، كانوا هن أكتر شيء عندهم كفاءة، وكانوا صراحة ملتزمين كمان أكتر، توظفناهم عنا تيكونوا معنا من فريق موظفين مطعم الشمس. تعرفنا بهيدي المنظمة عن طريق تواصل اجتماعي، حبيت كتير إني سجل فيها، لأنه أنا كانت دراستي هي فندقية، وأنا كتير بحب هذا الشيء، فهذا الشيء شدني أكثر من هيك. بلشنا بفترة التدريب اللي هي كانت النظري، بعدين كان التدريب العملي، بعدين فتنا فترة ستاج. الطبخ فن، هو منه بس شغل، هو فن، فن عملي. بشجع كل مين يكون عنده ثقة بحاله، يفرجيهم إنه هو منه أي شيء، هو إن شاء الله يكون هيك أحلى شيف وأكبر شيف، ويكون قد حسن ظن المؤسسة اللي هو عنده اللي أشتغل فيها.